كشفت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان عن مقترح قانون لمنع ما سمته الفكر المتطرف، بما في ذلك توسيع حظر الحجاب ليشمل الفضاء العام في البلاد، كما تحدثت عن حرب عالمية يشنها هذا الفكر وخطة للقضاء عليه بحسب تعبيرها. لم تعد شيماء الفرنسية المحجبة تحتمل التضييق المستمر على المحجبات في فرنسا. هي اليوم تنتفض على مشروع قانون طرحته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في خضم النقاشات البرلمانية حول الانعزالية. مشروع قانون يستهدف بحسب الحكومة التطرف الإسلاموي في بلد الحقوق والحريات. هذا مشروع عنصري بيستقصد المسلمات غير عن بقية الأديان، وهذا اللي احنا يعني منشوفه وشارينه. لوبان تسعى من خلال مقترحها إلى توسيع حظر الحجاب ليشمل الفضاء العام في البلاد، فهي تعتبر أن الفكر الإسلاموي يشن حربا عالمية ويستوجب وضع خطط للقضاء عليه، كما اتهمت الحكومة بقلة الشجاعة لمواجهة هذا الفكر. الحكومة رفضت الإشارة بشكل مباشر إلى الإسلاموية ورفضت تعريفها وتحديد ماهيتها ووضعها تحت المراقبة للقضاء عليها. وينص مقترح القانون الذي قدمه حزب التجمع الوطني على منع ممارسة الفكر الإسلامي المتطرف وإظهاره ونشره في السينما والصحافة والمدرسة وداخل الإدارات وفي الشركات، تماما كما ينطبق على النازية. مارين لوبان تسعى إلى منع ارتداء كل الرموز الدينية سواء كانت إسلامية أو يهودية أو مسيحية، لكن الحجاب برأينا لا يقتصر على كونه رمزا دينيا، وإنما هو رمز سياسي وشعار لتطرف الإسلام السياسي. في فرنسا يمنع حاليا ارتداء الحجاب وكل الرموز الدينية الظاهرة في المدارس، ويجب على موظفي الدولة التزام مبدأ الحياد إزاء الأديان. ولا يعطي التجمع الوطني في مقترحه تعريفا للفكر الإسلاموي المتطرف، لكنه يصفه بأنه غير متوافق مع الحقوق والحريات والمبادئ الواردة في الدستور الفرنسي عبر رفض احترام علمانية الدولة. فتح ملفات الهوية والحجاب والهجرة قبل 15 شهرا فقط من الانتخابات الرئاسية تراه الأحزاب السياسية فرصة ذهبية لكسب الأصوات وشحن المناصرين في بلد يغرق في أزمات اقتصادية وصحية لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية. محمد الحجي، العربي، باريس.